السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله غنتعرفوا على les adjectifs possessifs، les adjectifs possessifs أو صفات الملكية، صفات الملكية. ففي هذه الحصة غنشوفوا les adjectifs possessifs متى نستعملها وكيف نستعملها، وغنشوفوا أمثلة أو des exemples على هاد les adjectifs. وفي آخر الدرس غنقوموا بإنجاز تمرين او اكزرسيس باش تفهموا مزيان الاستعمالات نتاع لي زادجيكتيف بوسيسيف او صفات الملكيه. فبقاو معنا حتى لنهايه الحصه. فاولا نشوف واحد ليكزامبل او مثال. مون كرايون، مون كرايون، لو كرايون هو القلم، مون كرايون هو قلمي. مون هو ادجيكتيف بوسيسيف و كرايون هو ان نون اسم، دونك مون هو ادجكتيف بوسيسيف و كرايون هو اسم او نون. داكوغ، اول ملاحظه هي انه دائما لادجكتيف بوسيسيف كيكون هو الاول عاد كيتبعو لو نون. دونك لادجكتيف بوسيسيف دائما كيسبق لو نون. شنو هو الدور نتاع هاد لادجكتيف بوسيسيف؟ هو كيبين ليا هاد الشيء شكون اللي كيمتلكو او لمن ينتسب، يعني هاد الشيء لمن كينتسب او شكون اللي كيمتلكو. هاد الكرايون شكون اللي تيمتلكو؟ دونك مون كرايون، انا اللي كنمتلك هاد القلم. الدور نتاع لادجيكتيف بوسيسيف هو كيبين ليا المالك نتاع الشيء او لمن ينتسب، لمن ينتسب هاد الشيء. الان مره نتعرفوا على كل ادجيكتيف بوحدو. فإذا أردت أن أنسب شيء إلي أستعمل سواء ما أو مون أو مي. ما مون مي. فما كنستعملها قبل من لو نوم ديال الاسم اللي هو فيمينان سانغولييه، فيمينان سانغولييه، فيمينان مؤنث، سانغولييه مفرد. إذا كان الاسم مفرد مؤنث كنستعمل قبل منه ما. فمثلا إلا بغيت نقول ابنتي هي ما في، ما في. كيف كتلاحظوا هنا يا في هو ان نون لي فيمينان سانغولييه، مؤنث ومفرد، فكنستعمل معاه ما. دونك الا كان هاد لو نون فيمينان سانغولييه وبغيت نسبو اليا فكنستعمل ما، ما في ابنتي. وايضا الا كنت كنمتلك شي شيء وداك الشيء اللي كنمتلك فيمينان سانغولييه يعني مفرد مؤنث فكنستعمل معاه ما. مثلا ما روب، ما روب فستاني. داكوغ. الان نمرو المون. مون كنستعملها قبل من لو نون اللي هو ماسكولان سانغولييه، ماسكولان مذكر، سانغولييه مفرد. داكوغ. دونك الا عندي شي اسم مفرد مذكر وبغيت نسبو ليا فكنستعمل قبل منه مون. مثلا مون فيس، مون فيس ابني، ابني انا، فكنقول مون فيس، مون فيس. داكوغ. بالنسبه لمي فكنستعملها قبل من البلوريال يعني جمع، سواء جمع مؤنث سواء جمع مذكر، يعني البلوريال الا كان ماسكولا او بيان فيمينا فكنستعمل قبل منه مي. مثلا مي زونفون، مي زونفون ابنائي. فلي زونفون هما الاطفال او الابناء، فالا بغيت نسبهم ليا فكنقول مي زونفون، مي زونفون يعني ابنائي، مي زونفون. الان الا بغيت نسب شي شيء للشخص اللي امامي، الا بغيت نتكلم على الشخص اللي امامي يعني تو او انت، فكنستعمل سواء تا او طون او تي. فتا كنستعملها قبل من لو نون اللي هو فيمينان سانغولييه يعني قبل من الاسم اللي هو مؤنث مفرد. مثلا تافي، تافي ابنتك يعني ابنتك انت، تافي. فبما ان في اسم مفرد مؤنث فكنستعمل قبل منه تا، تافي يعني ابنتك. بالنسبه للطون فكنستعملها قبل من الاسم اللي هو ماسكولان سانغولييه يعني مفرد مذكر. اكزامبل طون فيس، طون فيس ابنك، ابنك انت، طون فيس. داكوغ. وبالنسبه لتي فكنستعملها قبل من الاسم اللي هو بلوريال او جمع. مثلا تي زونفون، تي زونفون ابناؤك او اطفالك. الان الى بغيت نتكلم على شي شخص يعني وغير موجود معي وبغيت ننسب ليه شي شيء فغنستعمل يا اما سا او سون او سي.
بالنسبة لسا فكنستعملها قبل من الاسم اللي هو فيمينا سانجولي يعني مؤنث مفرد، مثلا صافي ابنته، صافي او ابنتها. فهنا صافي كنتكلم عليه هو او هي، يعني غير موجود معي، فغنقول صافي ابنته او ابنتها. بالنسبة لصم فغنستعملها قبل من الاسم اللي هو ماسكولان سانجولي، ماسكولان هو مذكر سانجولي مفرد، مثلا son fils، son fils ابنه. فإلا بغيت نقول ابنه غنستعمل son لانه هذا الاسم مفرد مذكر، فغنستعمل قبل منه son، son fils. وبالنسبة لسي فكنستعملها قبل من لي نون اللي هما بلوريال او جمع، يعني نقول مثلا ses enfants، ses enfants ابناؤه او ابناؤها، ses enfants. داكوغ، نتمنى يكون واضح لكم. فكيف قلت، الا بغيت نسب شي شيء الي انا، يعني انا، فغنستعمل يا اما ما او بيان مون او بيان مي. الا بغيت نسب شيء لشي شخص اللي هو امامي، يعني tu او انت، فغنستعمل معاه سوا تا او تون او تي. ولا الشيء بغيت نسبه لشي شخص اللي هو غير موجود معي، يعني هو او هي، فكنستعمل يا اما سا او سون او سي، على حسب الاسم واش فيمينان سانغولي او ماسكولان سانغولي او بلوريال. داكوغ. الان الى عندي امي، امي بغيت نقول مثلا امي هي صديقه، فإلا بغيت نسبها ليا وبغيت نقول صديقتي، صديقتي، فبيان سور غنقول ما امي، ما امي، لانه امي اسم مؤنث مفرد، يعني ان نو فيمينان سانغولي. فقبل منه غنستعمل يا اما ما او تا او سا. دونك هنا الى بغيت نسب امي ليا انا فغنقول ما امي، ولكن ما عمرنا ما كنقولوا ما امي، لانه هذا الاسم كيبدا ب ا، كيبدا بفويل، دونك ما يمكنش ليا نكتب ما لانه ما كتنتهي بفويل، وهذا الاسم كيبدا بفويل، دونك غنقول مون امي، مون امي. فقلنا سابقا مون كنستعملوها قبل من الاسماء اللي هما مفرد مذكر او ماسكولان سانغولي، وهنا هذا الاسم هو مؤنث مفرد، يعني فيمينا سانغولي، ولكن بما انه كيبدا بفويل فكنستعملو معاه مون وماشي ما. نتمنى يكون واضح لكم. اكزامبل اخر، ايكول، ايكول هي المدرسه. فإلا بغيت نقول مثلا مدرستك، يعني انت مدرستك، غنقول تا ايكول، تا ايكول، ولكن ما يمكنش نقول تا ايكول لانه ايكول كتبدا ب او و او فويل، فقلنا لي فويل هما ا او اي او او ايغريك. دونك بما انه هذه الكلمه كتبدا فويل ما غاديش نقولو تا، ميم سي هي راه مفرد مؤنث يعني فيمينا سانغولي، ولكن غنستعملو معها طون، طون ايكول، طون ايكول. نعاود ناكد لكم، طون كنستعملوها دائما قبل من الاسماء اللي هما ماسكولان سانغولي، ولكن هنا بما انه هذا الاسم كيبدا فويل فغنستعمل معاه طون. نتمنى يكون واضح لكم. الان غنمروا لنوتر و نو. بالنسبه لنوتر كنستعملها الا كنتكلم علينا نحن، يعني نحن، دونك نوتر كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما سانغولي مفرد فيمينا او بيان ماسكولين، يعني كنستعملها مع المؤنث ومع المذكر، المهم انه يكون مفرد. داكوغ. الوغ مثلا notre fille، notre fille ابنتنا، notre fille. الى بغيت نقول ابنتنا فغنستعمل notre، notre fille. ولا بغيت نقول ابننا هي notre fils، notre fils. دونك دائما notre كنستعملها مع الاسماء اللي هما سانغولي مفرد. داكوغ. بالنسبه للنو كنستعملها مع لي نون اللي هما بلوريال، بلوريال بنوعيه، يعني سواء ماسكولان او فيمينان، سواء مذكر او مؤنث، يعني جمع مذكر او جمع مؤنث. فمثلا غنقولوا نو زونفون، نو زونفون، يعني نو حنا بلوريال او جمع، و انفون حتى هما بلوريال. داكوغ. دونك نو زونفون ابناؤنا او اطفالنا. دونك نوتر كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما سينغولي سواء ماسكولان سواء فيمينا، و نو كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما بلوريال جمع سواء فيمينا سواء ماسكولان. الان نمروا لفوتر
و فو. فبالنسبة لفوتخ، إلا عندي شي شيء وبغيت ننسبه لمجموعة أشخاص وأنا ما كيفاش معهم، يعني فو أنتم أو فو. فهاد فوتخ كنستعملها قبل من الأسماء اللي هما سانغولي، سواء فيمينان سواء ماسكولان، يعني المهم هو أنه يكون مفرد، يعني سواء مفرد مؤنث أو مفرد مذكر. مثلا votre fille ابنتكم votre fille، أو votre fils ابنكم votre fils. داكوغ، هنا في عندي فيمينان سانغولي يعني مؤنث مفرد استعملت معها votre، وهنا fils ماسكولان سانغولي استعملت معه votre. الان بالنسبه لفو كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما بلوريال او جمع، سواء جمع مؤنث او جمع مذكر. داكوغ، مثلا vos enfants vos enfants ابناؤكم vos enfants، يعني ابناؤكم انتم، فانتم جمع وابناؤكم جمع. دونك vos enfants ابناؤكم. داكوغ، الان نمر leur و leur. دونك leur و leur فيها s. بالنسبه leur كنستعملها مع الاشخاص اللي هما غير موجودين معي، يعني il تاع البلوريال تاع الجمع، يعني هم. دونك leur كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما singulier، سواء فيمينان او ماسكولان singulier، يعني سواء مفرد مذكر او مفرد مؤنث كنستعمل معاه leur. مثلا leur fille leur fille أو leur fils، ابنتهم أو ابنهم. دونك ديك هم هي leur، داكوغ، leur هي هم، ابنتهم أو ابنهم. نتمنى يكون واضح ليكم. بالنسبة leur فكنستعملها قبل من الأسماء اللي هما pluriel أو جمع pluriel، سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم يكون جمع. مثلا leur enfant leur enfant ابناؤهم ابناؤهم. فكيف قلت هاد لوغ كنستعملها مع الاسماء اللي هما جمع، ولوغ اللي ما فيهاش اس كنستعملها مع سانغولي او مع المفرد. داكوغ، نتمنى يكون واضح لكم. فالان غنمروا نتعرفوا على دي زيكزامبل او امثله. فهنا عندي لا شومبر، لا شومبر هي الغرفه. فهاد الشومبر هو اسم مفرد مؤنث، يعني نون فيمينان سينغولييه مفرد مؤنث. فهاد لا شومبر الا كنت كلمت لك انا فغنقول ما شومبر ما شومبر، يعني غرفتي غرفتي. ففي اللغه الفرنسيه لادجكتيف بوسيسيف كنسبقوه على لو نون، دائما كيكون هو الاول هاد لو نون، وبالنسبه في اللغه العربيه كيكون في اخر الكلمه. دونك هاد الياء هي اللي كتبين ان الشيء كلمت لك انا. دونك ما شومبر او غرفتي. فإلا كان الشخص اللي أمامي هو اللي كيمتلك هاد الغرفة فغنقول تا شومبر تا شومبر أو غرفتك غرفتك. إلا كان الشخص يعني غير موجود معي هو أو هي هو من يمتلك هاد الغرفة فغنقول تا شومبر تا شومبر أو غرفته أو غرفتها. فهنا استعملت ما تا لانه شومبر هي نون فيمينان سينغولي. دونك الا كانت هاد لا شومبر نتاعنا نحن، يعني نحن، فغنقول نوتر شومبر نوتر شومبر. فقلنا نوتر كنستعملها مع الاسم الا كان مفرد او الا كان مذكر او مؤنث ولكن مفرد، دونك كنستعمل معاه نوتر اللي هي غرفتنا نحن غرفتنا. بالنسبه لفوتر نفس الشيء. فاذا كان الاشخاص اللي امامي هما اللي كيمتلكوا هاد لا شومبر فغنقول فوتر شومبر votre chambre او غرفتكم غرفتكم votre chambre. بالنسبه للاشخاص اللي كانوا ما موجودينش معايا وبغيت نقول انه الغرفه نتاعهم فهي leur chambre غرفتهم او غرفتهن. الان نمروا نشوفوا نو اللي هو masculin singulier. فهنا عندي كايي، فكايي هو دفتر يعني اسم مفرد مذكر. فقلنا الا كان اسم مفرد مذكر وبغيت نبين المالك نتاعو فكنستعمل يا اما مون او بيان طون او بيان سون. داكوغ، دونك مون كايي مون كايي دفتري انا دفتري مون كايي. طون كايي دفترك طون كايي. سون كايي دفترها او دفتره. نوتر كايي دفترنا نوتر كايي. فوتر كايي دفتركم
votre cahier, leur cahier, difterohunna ou difterohum. الآن غنشوفوا اسم اللي هو جمع. فعندي livre. Les livres هما الكتب. Donc livre بS هما كتب. Donc mes livres. Donc mes livres هما كتبي. كتبي أنا. Tes livres كتبك. Tes livres كتبك. Ses livres كتبها أو كتبه. Nos livres كتبنا. Nos livres, donc هنا قلنا nos كنستعملوها مع لي نون اللي هما بلوريال. Nos livres كتبنا. Vos livres كتبكم. Vos livres. Leurs livres كتبهن أو كتبهم. Donc leurs livres. نتمنى يكون واضح لكم. الآن مرة نقوم بإنجاز إكزرسيس أو تمرين باش تفهموا مزيان لي زادجيكتيف بوسيسيف أو صفات الملكية. فأولا غنقرا لكم هاد لي فراز ومن بعد وقفوا لا فيديو وقوموا بإنجاز إكزرسيس ونرجعوا باش نصححوا. سارة سي أمي. فهاد الفراغ غتملئوه بأدجيكتيف بوسيسيف. Vous avez livre. Amina aime mère et père. Nous sommes dans maison. Tu aimes école. Les élèves sont gentils avec professeur. فوقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز الإكزرسيس ونرجع باش نصحوا. فالآن غنصحوا الإكزرسيس. ألوغ عندنا سارة سي أمي. دونك سارة هو اسم سي أمي. دونك أمي هي صديقة. فهنا بغي نقول أنو سارة صديقتي. دونك سارة سي نورمالو غنقول ما أمي ولكن هنا غنقولو مون أمي. سارة سي مون أمي. علاش؟ فقلنا هذا اسم فيمينان سانغوليي. يعني نورمالمون إلا بغيت نقول صديقتي فغنكتب ما أمي ولكن قلنا أنو ما كتنتهي بفويل وأمي كتبدا بفويل فما غاديش نكتب ما أمي ولكن غنكتب مون أمي. مون أمي داكوغ. فوز أفي ليفغ. فهنا ليفغ هو بلوريال لأنو فيه إس كتب دونك بلوريال. فهنا غنقول فهنا فوز أفي عندكم كتبكم. يعني vous avez vos livres. Vous avez vos livres. لديكم كتبكم. أمينة أم مير أي بير. يعني أمينة تحب أمها وأبيها. فبالنسبة لمير هو نون فيمينا سينغوليي. دونك غنستعمل أمينة أم سا مير أي سون بير. يعني أمينة تحب أمها وأبيها. أمينة أم سا مير لأن هنا هاد مير فيمينا سينغوليي فاستعملنا معها سا. وبالنسبة لبير هو ماسكولين سينغوليي فاستعملنا معه سون. أمينة أم سا مير إي سون بير. نو سوم دون ميزون. نو سوم يعني نحن في ميزون اللي هو منزل. دونك بغيت نقول نحن في منزلنا. دونك نو سوم دون نوتر ميزون. فهنا علاش استعملت نوتر ميزون لانه ميزون نو فيمينان سينغولي يعني مؤنث مفرد فاستعملت معاه نوتر. كون كان هذا الاسم بلوريال فغنستعمل معاه نو. نو داكوغ. tu aimes école. tu aimes ton école. tu aimes ton école. نورمالمون فغنكتب tu aimes ta école لانه école نو فيمينان سينغولي. نكتب tu aimes ta école ولكن كتبنا tu aimes ton école لأن هذه الكلمة كتبدا بفويل. داكوغ. قلنا إلا كانت الكلمة كتبدا بفويل فما كنستعملوش معها ما تا سا ولكن كنستعملو معها mon ton son. داكوغ. les élèves تلاميذ sont gentils لطفاء avec professeur. avec professeur فانا لي professeur pluriel يعني جمع أساتذة. D'accord. Donc les élèves sont gentils avec leur professeur. Les élèves, تلاميذ, كان لطفاء مع أساتذتهم. Donc هنا استعملنا leur اللي فيها s لأن البروفيسور بلوريال. Donc قلنا إلا عندنا le nom pluriel فكنستعملو معاه leur اللي فيها s. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم يكون واضح لكم ويكون مفهوم. تعرفنا فيه على لي زادجيكتيف بوسيسيف أو صفات الملكية.
نتمنى يكون كل شيء واضح لكم. إذا استفدتم من الدرس فما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة، ونتلقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.